بسم الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هنتكلم ان شاء الله عن علم الميكروبيولوجي، او العلم اللي بيهتم بالمايكرو اورجانيزمز او الكائنات الدقيقه. الميكروبيولوجي للتعامل معاها محتاجه شويه تركيز، بمعنى هي فيها حاجات كتير وتفرعات كتير، وبالتالي لازم يترسم لها خريطه في الدماغ، والخريطه دي بيتم تقسيمها بحيث تسهل الدنيا سواء في الشرح او في مذاكرة المادة او في التركيز عشان الامتحان او الكلام شبه كده. الفارماكوجنوزي او مادة النباتات الطبية في صيدلة فيها فاميليز كتير وسبيشيز كتير ونباتات كتير، وكل نبات ليه استخدامات وليه مش عارف ايه، فبتلاقي الدنيا كتيرة قوي، فلازم تتنظم عبارة عن جروبس كده وتتربط ببعضها بشكل معين عشان تبقى مفهوم. طيب، احنا عندنا الميكروبيولوجي بيهتم بدراسة الكائنات الدقيقة اللي هي الميكرو اورجانيزمز، ودي انواع زي او اشهرها البكتيريا، الالجي، الفنجاي، والبروتوزوا، والاركي، والفيروس. وكمان الناس احيانا بتعتبر الفيروس يعني طائفة قائمة بذاتها كده، لان هما مختلفين هل هو اصلا living organism ولا لا. يعني في ناس بتعتبره اصلا كائن غير حي، وفي علماء تانيين بيعتبروه كائن حي، وفي فئة بتقول ان هو زي border كده ما بين اللايف والنان لايف. يعني هما مختلفين في الكلام، بس احنا مش هنشغل دماغنا هو ايه، احنا هنقول ان هما ايه مختلفين وخلاص، ولما يبقوا يتفقوا يعرفونا واحنا هنستقر على اللي هما استقروا عليه. طيب، دلوقتي احنا عندنا زي ما قلنا انواع كتير داخله ضمن الميكروبيولوجي، وكل نوع منهم هنلاقي ليه تقسيمات واصناف وحاجات كده. عندنا الاول تقسيمه عامه في البيولوجي، واللي من ضمنها الميكروبيولوجي، بتقسم الكائنات وتدخلها تحت التقسيمات دي. بتبدا بالكينجدوم اللي هي المملكه، ودي اوسع حاجه، بعدها الفايلم، بعدها الكلاس، ثم الاوردر، واخر حاجة الفاميلي والجينس والسبيشيز. ودول التلاتة اللي احنا هنهتم بيهم ونلاقيهم متكررين معانا في كل الاجزاء اللي جاي. طيب، احنا دلوقتي الجزء اللي هنبدأ بيه اللي هو جزء الفيروس او الفيرولوجي. بس قبل ما نبدأ جزء الفيرولوجي عايزين ننوه على حاجتين. الحاجة الاولى، احنا عموما هندرس ايه تحديدا في الميكروبيولوجي؟ هندرس البكتيريا، وهندرس الفيروس، وهندرس الفنجس، وحاجة بيسموها الهلمنسز او الديدان. طيب، هندرس ايه في الاربع حاجات دول؟ هندرس فاميليز، وتحت الفاميليز جينس، وتحت الجينس سبيشيز، وكل سبيشيز هنلاقي فيها اكتر من نوع سواء من البكتيريا او الفيروس او الفنجس، وكل نوع منهم هنلاقي ليه وصف، وهنلاقي ليه حاجة بيسموها application، يعني هو حاجة كويسة ولا حاجة مضرة، ولو حاجة مضرة ايه صورة الضرر اللي بيعملها وازاي نتعامل معه. طيب، تعال ناخد بقى مثال على الكلام ده في جزء الفيروس او الفيرولوجي. جزء الفيرولوجي بالنسبة لنا هيبقى مقسم لعنوانين رئيسيين، عنوان اللي هو الانترودكشن او المقدمة، وعنوان تاني خاص بالكلاسيفيكيشن. جزء الانترودكشن هنتكلم فيه عن تعريف الفيروس وتركيبه وازاي بيشتغل او بيأثر على الكائن الحي، دورة حياته عاملة ازاي. ثم هنختم بكلام اخير او مجمل عن موضوع الكلاسيفيكيشن او التصنيف بتاعه، ويبقى كده خلصنا الجزء الاول. الجزء الثاني هيبقى جزء بيسموه applied، بمعنى انا هاخد بقى التصنيف العام ده اللي هو الكلام العام، وابدأ اسقطه بقى على الواقع اللي عندي. يعني ايه؟ يعني هشوف كل كلاس من الكلاسز بيندرج تحتها انهي نوع من الفيروسات، واخد الفيروس ده كمثال على الكلاس دي، ابدا ادرسه اشوف هو عامل ازاي، ايه الحاجات المميزه ليه عن بقيه الفيروسات، ايه تاثيره على الكائن الحي خصوصا الهيومن، ولو بيسبب مرض ايه هو المرض ده واعراضه، وازاي اتعامل معاه، ازاي اعمل له بريفنشن او اعمل له تريتمنت. تمام، يبقى احنا اجمالا اللي هنتعامل معاه في كل الاجزاء سواء الفيرولوجي سواء البكتيريولوجي سواء الفنجس او ايا كان جزء تحت الميكروبيولوجي، هيبقى مقسم عندنا لعنوانين رئيسيين. عنوان خاص بالانترودكشن بيتكلم عن شكل الكائن اللي عندي ده، الميكرو اورجانيزم وتركيبه والتقسيمه العامه بتاعته،
والجزء الثاني هيبقى أمثلة واقعية على كل تصنيف أو كل كلاس من الكلاسز اللي أنا بدرسها. تمام، يعني هلاقي مثلا عندي في الفيروس حاجة بيسموها دي ان اي فيروس، حاجة بيسموها ار ان اي فيروس، وكل واحد منهم تحت منه شوية تصنيفات. باخد على كل واحد من دول مثال نوع يعني من انواع الفيروسات، واشوف الفيروس ده دنيته فيها ايه. تمام، طيب الكلام على الفيروسات ما فيهوش رغي كتير قوي، بس هو فيه انواع كتير نتيجة الايه الكلاسيفيكيشن واسعة شوية. فانا لازم افهم الكلاسيفيكيشن مبنية على ايه، وبالتالي اقدر اسكن كل نوع من الفيروسات في الكلاس الخاصة بيه، وافهم هو بيشتغل ازاي، وبالتالي افهم ازاي اتعامل معه. طيب يبقى احنا عندنا الفيروس ازاي ما قلنا كائنات، في علماء بيعتبروها كائنات حية، في علماء بيعتبروها كائنات مش حية، واحنا مش هنشغل دماغنا بالكلام. طيب في الغالب يعني اغلب الفيروسات بالنسبة لنا بتعتبر باثوجينيك. باثوجينيك يعني بتعمل مرض. تمام، تختلف بقى شدة المرض ده قوة وضعفا، مش دي قصتنا دلوقتي. المهم ان احنا غالبية الفيروسات باثوجينيك، وفي جزء من الفيروسات ما عندوش مشكلة بالنسبة لنا، يعني ما بيعملناش مرض. ممكن يكون بيعمل مرض لكائنات تانية لكن ما بيعملش للبشر امراض، ممكن يكون بيعمل لكل الكائنات امراض، بتختلف بقى. طيب زي ما قلنا احنا في التقسيمة العامة بنهتم بآخر ثلاث حاجات اللي هما الفاميلي والجينس والسبيشيز. طيب عندنا مثال هنا، هنلاقي فاميلي بيسموها الهيربس فيريدا. مقطع فيريدا ده ثابت بيدل على الفاميلي، يعني لما الاقي هيربس فيريدا يبقى دي الفاميلي الخاصة بالهيربس. تحت منها حاجة بيسموها سب فاميلي، هنلاقي اخرها مقطع فيرينا زي ايه الفا هيربس فيرينا. يبقى فيرينا ده يدل على الصف فاميلي، والهيربس دي الفاميلي، والالفا ده جزء او نوع او كلاس من الكلاسز بتاع الفاميلي هيربس فيرينا. طيب تحت الفاميلي والصف فاميلي هلاقي الجينس، ودي على طول بيتحط جنبها كلمة فيروس، فهلاقي هيربس فيروس. طيب تحت الجينس بلاقي السبيشيز، مثال عليها هيربس سيمبلكس فيروس. يبقى انا لما اجي اقسم التقسيمه لو شفت فيروس اسمه الهربس سيمبلكس فيروس دي كده سبيشيز، اي اجيب الجينس بتاعتها بشيل كلمه سيمبلكس دي وبجيب الجينس بشكل عام تبقى هربس فيروس. طب عايز اجيب الفاميلي تبقى هربس فيريدا. طيب الفيروس عندي بيتكون، هو كائن بدائي جدا جدا، وحيد الخليه بيتكون من جزئين اتنين فقط، يعني ما فيهوش رغي كتير بالنسبه للكومبوزيشن بتاعه او الاستراكشر بتاعه. جزء خاص بالماده الوراثيه اللي هو بيسموه الجينوم، وجزء خاص بالغلاف اللي بيحوط الماده الوراثيه اللي بيسموه الكابسيد، وده عباره عن بروتين وظيفته الاساسيه ان هو يحمي الماده الوراثيه بتاع الفيروس. الماده الوراثيه بتاع الفيروس او الجينوم بتبقى عباره عن دي ان اي او ار ان اي اللي هو الدي اوكسي رايبونيوكليك اسيد او رايبونيوكليك اسيد. الفيروس عشان يعيش لازم يتطفل على كائن حي، ما يقدرش يعيش كده منه للهواء الطلق. في فيروسات بتقعد فترة عدد معين من الساعات في الهواء، لكن في الاخر لو ما لقتش كائن حي تعيش عليه تتطفل عليه بتموت. طيب الدورة الاساسية اصلا الفيروس بيعمل ايه، هو شغلته ان هو يتكاثر بس، يعني هو بيدخل يتطفل على كائن حي، يدخل نفسه جوه الخلايا بتاعته، يستخدم مكونات الخلية اللي هو دخل عليها دي عشان يبني مادة وراثية ليه. لو هو عنده نسخة يبني منها مليون نسخة، 2 مليون نسخة، 10 مليون نسخة، ويكون فيروسات جديدة ويموت الخلية اللي دخل عليه، والفيروسات الجديدة تطلع تدور على كائن حي تتطفل عليه، تدخل جوه الخلية بتاعته، تستخدم مكونات الخلية بتاعته عشان تبني مادة وراثية خاصة بالفيروس، وتبني بروتينات خاصة بالفيروس، وبعدين تموت وتدخل تنتشر وهكذا. دي دورة حياة الفيروس وده دوره في الحياة، ومن هنا اصلا هو بيسبب الامراض اللي بيعملها. طيب بنلاقي كلمة دايما بتعدي علينا اسمها الفيريون. الفيريون ده وصف للفيروس اللي هو جاهز عشان يشتغل، يعني فيروس المادة الوراثية بتاعته كاملة، حصل له فول اسمبلي، يعني الجينوم بتاعه كامل، الكابسيد بتاعه كامل، جاهز ان هو يصيب خلية اللي هي الهوست سيل
ويشتغل عليها طبعا ويستغلها زي ما قلنا عشان يكون فيروسات جديدة. الفيروس من الكائنات متناهية الصغر بتتشاف بالميكروسكوب الإلكتروني، والحجم بتاعه بيتراوح ما بين 20 نانومتر و 300 نانومتر. نانومتر دي يعني 1 × 10^9، يعني حاجة متناهية جدا في الصغر. طيب زي ما قلنا احنا بنشوف الكلاسيفيكيشن بتاع الفيروس، وبعد كده هنشوف الكلاسيفيكيشن بتاع البكتيريا او الفنجس، وبناء على الكلاسيفيكيشن ده هنبدأ ناخد امثلة ونتوغل في التفاصيل بتاعتها. انا بعمل كلاسيفيكيشن للفيروس بناء على حاجتين: السيمتري بتاع البروتين بتاعه اللي هو بيسموه الكابسيد. السيمتري ده اللي هو الشكل اللي هو واخده، او التماثل او التناظر، يعني الشكل النهائي ثلاثي الابعاد اللي واخده البروتين اللي بيحوط المادة الوراثية. والنوع التاني من الكلاسيفيكيشن بيبقى بناء على طبيعة المادة الوراثية اللي عندي. طيب خلينا نسيب الكلاسيفيكيشن اللي هو بتاع المادة الوراثية ده عشان هنتكلم عنه كمان شوية، ونركز دلوقتي في الكلاسيفيكيشن المبني على السيمتري بتاع البروتين او الكابسيد بروتين الخاص بالفيروس. قال لي السيمتري ده بيبقى حاجة من ثلاثة: يا اما هيليكال اللي هو بيسموه الحلزوني، يعني واخد الشكل ده، يا اما ايكوزا هيدرال يعني متعدد الاوجه ليه كذا وجه شبه المعين كده زي البوليو فيروس، او الريجولر او بليومورفيك يعني ملوش شكل محدد، شكله غير منتظم زي الهيباتيتس، اسف زي الاتش اي في اللي هو فيروس نقص المناعة، هيومن اميونو ديفيشينسي فيروس. طيب ادي هنا شكل موضح اكتر لموضوع السيمتري. هلاقي هنا ادي المادة الوراثية اللي عندي اللي لونها احمر دي، وحواليها الكابسيد بروتين اللي هي لونها باللبني ده، واخده شكل الحلزوني حوالين المادة الوراثية. يبقى المادة الوراثية موجودة جوه في الكور كده، وحواليها بشكل حلزوني الايه الكابسيد بروتين. النوع الثاني اللي هو الايكوزا هيدرال بيبقى بالشكل ده متعدد الاوجه جوه المادة الوراثية وحواليه الكابسيد بروتين بالشكل ده. طيب احيانا بنلاقي بعض الفيروسات عليها بره او محاوط للكابسيد بروتين ده غلاف بيسموه الانفلوب. الانفلوب ده ايه الفرق بينه وبين الكابسيد؟ حاجتين: اولا هو مش موجود في كل الفيروسات، بينما الكابسيد موجود في كل الفيروسات. الحاجة التانية ان الكابسيد ده بيتكون من بروتين فقط، انما الانفلوب بيتكون من بروتين وليبيد بيسموه لايبو بروتين، يعني بروتين ودهون. يبقى هو عبارة عن غلاف او ممبرين محاوط للكابسيد بروتين وبيتكون من ليبيد وبروتين، بينما الكابسيد لازم يكون موجود في الفيروس وبيتكون من بروتين بس. طبعا الانفلوب ده وظيفته الاساسية الحماية، وفي نفس الوقت بيدي مرونة للفيروس شوية في التعامل مع الاريا او الميديا اللي هو موجود فيها. هنا مثال على النوعين او الكلاسيفيكيشن اللي اتبنى على السيمتري واتبنى على وجود الانفلوب. يا اما فيروس ما عندوش انفلوب فبيسموه نيكد او نون انفلوب، يا اما فيروس عنده الانفلوب فبيسموه انفلوب دو فيروس، وبعدين بناء على شكل الكابسيد يا اما هيليكال يا اما ايكوزا هيدرال. يبقى انا عندي ممكن الفيروس يكون هيليكال انفلوبد او نون انفلوبد، ممكن يكون ايكوزا هيدرال انفلوبد ونون انفلوبد. طيب التقسيم ده بسيط وما فيهوش رغي كتير قوي، امال الكلام المهم على ايه بقى؟ وده محور الكلام كله واهم نقطة في جزء الفيروس. التقسيم بناء على المادة الوراثية اللي هي الجينوم. قال لي الفيروس مختلف شوية عن كائن زي الانسان مثلا. الانسان المادة الوراثية عنده عبارة عن شريط دي ان ايه مزدوج بيسموه الدبل هيليكس.
انما الفيروس بقى كل الانواع والاشكال هتلاقيها موجود، يعني ممكن تلاقي الماده الوراثيه بتاعته دي ان ايه، ممكن تلاقيها ار ان ايه، ممكن تلاقيه شريط واحد بيسموه سنجل ستراند، ممكن تلاقيه شريطين دبل ستراند، ممكن تلاقيه لينير يعني خيط كده طويل، ممكن تلاقيه سيركولار يعني دائري. والار ان ايه ممكن يبقى بوزيتيف ستراند او بيسموه سنس ستراند، وممكن يبقى نيجاتيف ستراند او انتي سنس ستراند. طب يعني ايه بقى الكلام ده؟ الجزء ده مهم ومبني عليه فهم الجزء بتاع الفيروس كله ومحتاجين نركز فيه. طيب انا دلوقتي هعمل تقسيمه زي ما قلنا بناء على الجينوم، الجينوم اللي هو الماده الوراثيه. بداية الكلام قال لي الفيروسات بتنقسم بناء على الجينوم بتاعها لنوعين اساسيين، يا اما عندها دي ان ايه، الجينوم بتاعها عبارة عن دي ان ايه، يا اما الجينوم بتاعها عبارة عن ار ان ايه. طيب لو هو دي ان ايه قال يا اما دبل ستراند يا اما سنجل ستراند. طيب عندنا في الهيومن الدي ان ايه المادة الوراثية عبارة عن دي ان ايه دبل ستراند، انما في الفيروس ممكن الاقي دي ان ايه يبقى دبل ستراند او سنجل ستراند. طيب في ناس متخيله ان الدي ان ايه لازم يكون دبل ستراند، لا، الفرق الاساسي بين الدي ان ايه والار ان ايه حاجتين، حاجه في الكيميكال ستراكشر نفسه ان في اكسجينه متشاله من النيوكليك اسيد ده فبيسموه دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد، يعني رايبو نيوكليك اسيد منزوع الاكسجين، بينما الار ان ايه الاكسجينه دي موجوده فبيسموه رايبو نيوكليك اسيد. الحاجه الثانيه ان الدي ان ايه فيه اربع قواعد اللي هما الاي والجي والسي والتي، بينما الار ان ايه ما فيهوش التي اللي هي الثايمين، وبتستبدل بقاعده نيتروجينيه بيسموها اليوراسيل وبيرمز لها بحرف اليو. يبقى دول الفرقين الاساسيين ان جنرال ما بين الدي ان ايه والار ان ايه، حته دبل او سنجل دي مش شرط. طيب يبقى احنا زي ما قلنا عندنا التقسيمة العامة دي ان ايه وار ان ايه، الدي ان ايه ده ممكن يكون دبل او سنجل ستراند، والار ان ايه نفس الكلام دبل او سنجل ستراند. طيب الدبل ستراند بيبقى انفلوبد او نون انفلوبد، وعرفنا يعني ايه انفلوبد ونون انفلوبد، يعني حواليه الانفلوب او الغلاف ده غير الكابسد، ناخد بالنا الكابسد ده اساسي في كله. طيب والسنجل ستراند بيبقى نون انفلوبد. طيب الار ان اي زي ما قلنا بيبقى سنجل ستراند او دبل ستراند، انفلوبد ونون انفلوبد، برضو هيليكال وايكوزا هيدرال، لكن النقطه بقى اللي بتلخبط هي البوزيتيف ستراند والنيجاتيف ستراند، ودي عايزه شرح شويه. يبقى احنا ان جنرال عرفنا يا اما دي ان اي يا اما ار ان اي يا دبل ستراند يا سنجل ستراند، انفلوبد ونون انفلوبد، كل ده كلاسيفيكيشن مبني على الجينوم او الماده الوراثيه. طيب ايه بقى حكايه بوزيتيف ستراند وسنجل ونيجاتيف ستراند او السنس ستراند والانتي سنس ستراند دي؟ عشان نفهم الجزئيه دي لازم نفهم حته كده قبلها بيسموها السنترال دوجما، اللي هي الفكره الاساسيه اللي اتبنى عليها الاكشنز او الميكانيزمات في البيولوجي ثم في الميكروبيولوجي، اللي هي ايه، اللي هو ازاي بحول المادة الوراثية لبروتين، والبروتين ده هو اللي بيبقى مسؤول عن كل اكشن بيعمله الكائن الحي، سواء بقى هيومن سواء فيروس ايا كان. ايه بقى السنترال دوجما؟ السنترال دوجما دي بتقول لي ان انا عندي دي ان ايه بيتحول لار ان ايه، ثم الار ان ايه بيتحول لبروتين، والبروتين ده بيمر بشوية عمليات وفي الاخر ياخد الشكل النهائي اللي هيعمل بيه الاكشن. زي مثلا انا عندي انزيم معين مسؤول عن هضم الطعام في جسم الانسان، الانزيم ده موجود في صورة جين على الدي ان ايه بتاع الانسان، لما بكون محتاجه الجين ده بيتم تحويله لار ان ايه، والار ان ايه ده بيتم تحويله لبروتين، البروتين ده في الاخر بعد شوية عمليات بيتحول للانزيم اللي انا محتاجه، الانزيم ده يروح يشتغل. طيب الكلام ده بيتم ازاي؟ قال لي اول خطوة بيسموها عملية ترانسكريبشن، اللي هي انا بحب اترجمها بترجمة اللي هي كتابة السكريبت او السكريبت رايتنج. يعني ايه؟ لو احنا عندنا قصة وعايزين نحولها لفيلم او لمسلسل، بيجيبوا واحد في النص كده غير كاتب القصة، القصة دي تبقى شوية معلومات كتير كده على بعضها، بيجي لي واحد في النص كده بيسموه سكريبت رايتر او كاتب السيناريو،
بيحول لي القصة دي من حاجة على بعضها كده لوكشة واحدة لسيناريو. يعني ايه سيناريو؟ يعني هو بيقول مين يعمل ايه امتى ازاي. يقول لك فلان الفلاني هيقول المقطع الفلاني بالشكل الفلاني في الوقت الفلاني، ده بيسموه سكريبت او سيناريو. تمام، نفس الكلام هنا، انا عندي كل الاوامر المسؤولة عن اي شيء بيحصل في جسم الكائن الحي، انسان بقى، بكتيريا، فيروس، موجود على المادة الوراثية بتاعته، وليكن هنا عندنا كمثال الدي ان ايه. طيب انا عايز بقى الحاجة دي تبدأ تحصل، بيروح على طول الجين ده يحصل له عملية كتابة سيناريو اللي بيسموها الترانسكريبشن، ويتحول لار ان ايه، تحديدا بيتحول لحاجة بيسموها الام ار ان ايه اللي هو الماسنجر ار ان ايه. طيب دلوقتي السيناريو اتكتب كده، خلاص الفيلم او المسلسل اتعمل؟ لا، هو مجرد سيناريو مكتوب، عايزين بقى حد ينفذه، يجيب بقى الممثلين كل واحد ياخد دوره ويبدأ ينفذ السيناريو المكتوب، اللي هي بيسموها عملية الترجمة او عملية ترانسليشن او تنفيذ السكريبت او السيناريو اللي مكتوب ده، فيتحول الماسنجر ار ان ايه، يتم قراءة التعليمات اللي عليه وتنفيذها في صورة بروتين، وبعد كده البروتين ده يبدأ يروح يعمل الشغل او الوظيفة المطلوبة منه. يبقى السنترال دوجما دي عبارة عن عمليتين، باخد المعلومات اللي موجودة على المادة الوراثية الاصلية اللي عندي اللي هي الدي ان ايه مثلا، واحولها الار ان ايه اللي هو الماسنجر ار ان ايه، ثم بعد كده باخد التعليمات دي واحولها الاكشن عن طريق عملية الترانسليشن، فيطلع لي البروتين اللي هو هيروح يشتغل. طيب ايه علاقة الكلام ده بان احنا بنقول ار ان ايه وبوزيتيف ستراند ونيجاتيف ستراند؟ هنعرف دلوقتي. هنا الفيروس المادة الوراثية بتاعته ار ان ايه دبل ستراند، وهنا ار ان ايه نيجاتيف ستراند او بيسموه الانتي سنس، وهنا البوزيتيف ستراند اللي هو السنس ستراند. طيب احنا هنا قلنا الدي ان ايه اتحول لماسنجر ار ان ايه، وعلى طول الماسنجر ار ان ايه ده اتحول لبروتين. الماسنجر ار ان ايه ده بيسموه سنس او بوزيتيف ستراند، اللي هو بيتحول تلقائيا لبروتين، يعني هو المسؤول عن انتاج البروتين. طيب ما بيحتاجش يتعمل عليه اي حاجه، ما بيحتاجش يتحول لحاجه تانية. فهنا عندي لو الار ان ايه اللي عندي بوزيتيف ستراند، على طول بيحصل له عمليه ترانسليشن مباشر ويديني بروتين. طيب لو الار ان ايه اللي عندي نيجاتيف ستراند، لازم الاول اعمل له مكمل، يعني اجيب الار ان ايه بوليميريز انزيم كده يدخل على النيجاتيف ستراند او الانتي سنس اللي عندي ويبني شريط مكمل ليه. الشريط المكمل ده هو اللي هيبقى البوزيتيف ستراند، والبوزيتيف ستراند ده هيطلع بعد كده يحصل له عمليه الترانسليشن ويديني البروتين. طيب لو دبل ستراند، لو دبل ستراند عادي بيتفكوا عن بعض، البوزيتيف بيشتغل على طول والنيجاتيف بيتبني عليه شريط بوزيتيف ويروح يشتغل، وفي الاخر يتجمعوا ويديني الايه الفيروس النهائي. طيب يبقى انا عندي دلوقتي الار ان ايه يا اما شريط بوزيتيف سنجل ستراند بوزيتيف او بيسموه سنس ستراند، ده لو موجود يعني هو التركيب الاصلي للفيروس بدون ما يحصل عليه اي تغيير، عباره عن بوزيتيف او سنس ار ان ايه ستراند، ده مجرد ما بيدخل خليه الكائن الحي ويتشال من عليه الكبسد بيروح على طول يشتغل ويحصل له عمليه ترانسليشن ويطلع لي البروتينات اللي هو محتاجها عشان يكمل شغله. طيب لو هو سنجل ستراند زي هنا كده، لازم الاول يحصل له عمليه خطوه قبل ما يحصل له الترانسليشن. ايه الخطوه دي؟ ان هو يتبني شريط مكمل ليه، بيجي انزيم معين يجي طالع يقرا الشريط اللي هو النيجاتيف ده ويبني قصاده شريط مكمل ليه بوزيتيف. طيب الشريط البوزيتيف اتبنى، خلاص البوزيتيف ده بيروح يشتغل ويعمل لي عمليه الترانسليشن ويطلع لي البروتينات اللي هو الفيروس محتاجها عشان يكمل دوره حياته. بعد ما بيخلص بيرجع يحصل له حاجه بيسموها الاسمبلي. الاسمبلي يعني انا عندي ماده وراثيه اتلف حواليها الكبسد بروتين واتكون فيروس من اول وجديد. هنعرف التفاصيل بتاع الخطوه الاسمبلي والديس اسمبلي كلها بالتفصيل في دورة حياة الفيروس، لكن انا يهمني دلوقتي افهم الحتة بتاع البوزيتيف والنيجاتيف ستراند او السنس والانتي سنس.
يبقى احنا قلنا انا عندي شريط من الار ان ايه بيسموه الماسنجر ار ان ايه، ده بيشتغل على طول يتم عمليه الترانسليشن ويطلع لي بروتين اللي هو الايه الفيروس محتاجه. الفيروس في مجموعه من الفيروسات بيبقى الماده الوراثيه بتاعتها عباره عن ار ان ايه سنجل ستراند بوزيتيف او بيسموه السنس ستراند. ده مجرد ما الفيروس بيشبك في خليه الكائن الحي ويدخل جواها على طول الايه الشريط الستراند بتاعه الار ان ايه ده بيشتغل على طول على عمليه الترانسليشن ويطلع لي بروتين. طيب لو الشريط عندي نيجاتيف او انتي سنس لازم الاول يمر بخطوه اللي هي بناء البوزيتيف ستراند او السنس ستراند ثم بعد كده يتم عمليه الترانسليشن وتكوين البروتين. طيب لو هو دبل ستراند اول ما بيدخل جوه بيتفكوا الشريطين عن بعض، البوزيتيف ستراند بيحصل عليه عمليه ترانسليشن والنيجاتيف ستراند بيمر بعمليه الاول بناء البوزيتيف ستراند وبعد كده يرجعوا يتجمعوا في الاخر عشان يحصل لهم عمليه اسمبلي وتكوين فيروس جديد. ليه؟ لان زي ما قلنا الفيروس الهدف من وجوده ان هو يدخل ويتكاثر، يعني الخليه بيدخلها فيروس واحد مثلا المفروض انه بعد ما يخلص شغله يطلع لي مليون فيروس، فهو بيعمل لي مليون نسخه من الماده الوراثيه بتاعته ومليون نسخه من الكبسيد، ولو عنده انفلوب يعمل لي مليون نسخه من الانفلوب وبعد كده يحصل لهم اسمبلي يعني يتجمعوا مع بعض ويطلعوا لي مليون فيروس كامل جاهز على الشغل. تمام كده؟ يبقى احنا دلوقتي قسمنا الفيروسات اللي عندنا لنوعين، دي ان اي فيروس سنجل ودبل ستراند انفلوبد ونون انفلوبد، ار ان اي فيروس سنجل ودبل ستراند انفلوبد ونون انفلوبد، والسنجل ستراند في نوعين، نوع بوزيتيف اللي هو السنس ستراند اللي بيشتغل على طول ويطلع لي بروتين، ونوع نيجاتيف وده لازم يحصل له عمليه بناء شريط مكمل ليه اللي هو البوزيتيف او السنس ثم بعد كده يحصل له عمليه ترانسليشن عشان يطلع بروتين. طيب ايه بقى الفيروسات اللي احنا هنتعرض ليها في الجزء ده؟ احنا طبعا مش هندرس كل الفيروسات بس هناخد امثله. ايه الامثله اللي عندنا؟ قال لي هناخد من الدي ان اي فيروسز الدبل ستراند دي ان اي فيروسز، والنوع الاول اللي هو الانفلوبد هناخد عليه فاميلي اللي هي الهربس فيريدا ومثال عليها الهربس فيروس و الهيبادنا فيريدا ومثال عليها الهيب في الهيب اسف الاتش بي في او الهيباتيتس بي فيروس. النوع الثاني اللي هو النون انفلوبد هناخد مثال عليه الفاميلي الادينو فيريدا ومثال عليها الادينو فيروس. ده بالنسبه للدي ان اي. بالنسبه للار ان اي فيروسز هناخد سنجل ستراندد ار ان اي فيروسز الانفلوبد مثال على البوزيتيف ستراند الفلافي فيريدا اللي هو الاتش سي في والريترو فيريدا الاتش اي في، والنيجاتيف ستراند ار ان اي فيروسز هناخد مثال عليها الاورسو ميكسو فيريدا اللي هو الانفلونزا فيروسز مجموعه الانفلونزا، والبارا ميكسو فيريدا هناخد مثال عليها الفيروسات اللي بتسبب المامز والميسلز. يبقى اجمالا احنا هناخد الجزء اللي جاي كله من الفيروسات امثلة على الدي ان اي فيروس وامثلة على الار ان اي فيروس، هنبدأ نتعرف فيها على ايه اللي بيميز كل واحد فيهم، يعني ليه احنا ما حطنهمش كلهم في كاتيجوري واحدة وخلاص، هنلاقي اللي كل واحد فيهم عنده حاجة بتميزه او بتخليه مختلف عن الباقيين. طيب النقطة التانية هو بيسبب مرض معين، المرض ده ليه اعراض معينة وبعمل له دياجنوزس بطريقه معينه وبالتالي بيبقى عندي بروجنوزس ثم تريتمنت او بريفنشن حسب حاله الفيروس. طبعا ان جنرال الفيروسات من اصعب الحاجات اللي بتتعرض لي ان احنا نحاول نعالجها لسبب بسيط ان الماده الوراثيه بتاعته بسيطه جدا وبالتالي بتتحور وتتغير بشكل كبير جدا. وطبعا معنى كلمه ان الماده الوراثيه تتغير بشكل كبير ده بيأثر على مواصفات الفيروس نفسه، البروتينز اللي بيطلعها، الوظائف اللي بيعملها، الاكشن بتاعه، وبالتالي انا ممكن بقعد اطور كذا سنه في دواء معين والفيروس في خلال الكذا سنه دول بيكون تحور فطلع منه فصيله جديده بمواصفات مختلفه وبالتالي الدراج بتاعي ما يجيبش معاه نتيجه. يمكن من الحاجات الواعده اللي هي شغاله دلوقتي التقنيه بتاع كريسبر اللي اكتشفوها واتخذ عليها جائزة نوبل السنة دي
وهي مكتشفة بقالهاش 5 سنين أو 6 سنين، اللي هي بتشتغل على الشريط بتاع المادة الوراثية بتاع الفيروس أو بتاع أي كائن حي عموما يعني، وتقدر تعلم أي مكان على المادة الوراثية وتقطعه وتقصه، وبالتالي هم بيؤملوا عليها آمال كبيرة جدا في إيجاد حلول نهائية للفيروسات، إن يبقى عندي دراج بيجيب من الآخر يعني. لكن طبعا الكلام ده كله لسه تحت التجربة. نرجع للموضوع بتاعنا. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ايه هو الفيروس، ازاي عملنا له كلاسيفيكيشن، والخطوة اللي بعد كده ازاي بقى الفيروس بيشتغل، ايه هي دورة حياته، بيعمل ايه بالظبط. فهنلاقي ان الفيروس عندنا بيمر ب6 خطوات، من لحظة ما يقرب من الخلية اللي هي الهوست سيل لحد ما يحصل الافكت النهائي بتاعه. ايه بقى الخطوات دي؟ قال لي اول حاجة بيسموها الادسوربشن. الادسوربشن دي معناها ان هو بيجي يقف على الخلية من بره، غير كلمة الابسوربشن. يبقى في ادسوربشن وفي ابسوربشن. عندنا هنا اللي بيحصل عملية ادسوربشن، يعني هو بيقعد يقرب ويلزق على ريسبتور معين على سطح الخلية وبعد كده يبدأ يشتغل. طيب بعد ما لزق على سطح الخلية بيبدأ يحصل خطوة بيسموها البينتريشن، ان هو يخترق الجدار الخارجي للخلية. طيب هو دخل جوه بيحصل له ايه؟ بيحصل له عملية بيسموها الديس اسمبلي او الانكوتينج، يعني بيبدأ زي ما قولوا كده يقلع هدومه عشان يقدر يشتغل بقى زي لعبة المصارعة والبوكس والحاجات دي. يبقى داخل لابس الروب والكلام ده فجأة عشان يعرف يتخانق كويس، او الفيروس داخل يتخانق. فبيعمل ايه؟ بيجي شايل الكوت بتاعه اللي هو الغطا اللي حواليه، بحيث تبقى المادة الوراثية بس منها الايه للخلية كده عشان تعرف تشتغل، وشوية بروتينات هو هيحتاجها في الشغل بتاعه. طيب بعد كده بتحصل خطوة الريبليكيشن، لان ده الهدف الاساسي، ان هو داخل يتكاثر. عشان يتكاثر لازم يضاعف كل حاجة عنده، الدي ان ايه او الار ان ايه وكل البروتينات اللي هو عايزها. طيب عمل تضاعف وتكاثر واستغل الخلية لحد امتص كل حاجة فيها خلاص، بيبدأ يحصل له عملية assembly. assembly يعني يجي بقى يتجمع المادة الوراثية حواليها الكابسد، ولو في انفلوب او طبيعة الفيروس ده يعني ان حواليه انفلوب، يبدأ يجي الانفلوب كل دول يتجمعوا مع بعض، فدي عملية بيسموها assembly. وبعد كده يبدأ يطلع الذرية بتاعته اللي هي release of progeny، يعني النسل بقى اللي هو طلعه. طيب نتيجة الكلام ده كله بيبدأ يحصل تأثير على الكائن الحي. التأثير ده بقى بيختلف شدته، من مثلا شوية برد صغيرين لحاجة قاتلة، لحاجة بتدمر عضو معين مثلا زي الكبد، لحاجة بتدمر المناعة، حسب بقى ايه التصنيف بتاع الفيروس ده وقوته، وحسب قوة الجهاز المناعي لجسم الكائن اللي هو داخل ايه يتعامل معه. الصورة دي بتوضح بشكل عام عملية الريبليكيشن سايكل بتاع الفيروس. ادي الفيروس هنا هوت، سواء بقى ايكوزا هيدرال من غير انفلوب، هنا في انفلوب وهيليكال. المهم هو بيلزق على سطح الخلية وبيبدأ يدخل. طيب بعد ما بيدخل بيبدأ خلاص يفك بقى، يعمل عملية انكوتينج ويبقى المادة الوراثية بتاعته. المادة الوراثية دي بيحصل لها حاجتين، جزء منها بيحصل له ريبليكيشن عشان يطلع مادة وراثية جديدة، وجزء تاني بيبدأ يشتغل عشان يطلع يحصل له عملية ترانسليشن يعني، ويطلع لي بروتينات، لان البروتينات دي هو محتاجها في شغله. طيب خلص الكلام ده، طلع لي مادة وراثية جديدة وطلع لي بروتينات، يحصل لهم اسمبلي في الاخر، وبعد طبعا ما يكونوا بهدلوا الخلية وموتوها، ويطلع بقى الايه الذرية بتاعته. طيب هناخد بقى الكلام ده بالتفصيل شوية خطوة خطوة. اول خطوة عملية الادسوربشن. ادي سطح الخلية عليه ريسبتورز او مستقبلات بيبقى ليها شكل معين. الفيروس بيبقى عنده حتة كده خارجية بتقدر تربط في الريسبتورز دي، اول ما يربط فيها خلاص بيعمل انيشيشن لعملية تخليه يدخل جوه الخلية. طيب بداية من الخطوة دي بيبدأ العلماء يوجدوا حلول للفيروس او للتعامل مع الفيروس. ايه هي اول خطوة؟ ان يدخل حاجة تمنعه انه يرتبط اصلا بالخلية، يعني يدخل انتي بودي. الانتي بودي ده شغلته انه يروح يربط في الريسبتور بتاع الخلية،
ويمنع الفيروس ان هو يرتبط بيها، وبالتالي الفيروس ما يقدرش يستقر على الخلية، ما يقدرش يحقن المادة الوراثية بتاعته فيها، وما يقدرش ايه يكمل الدورة بتاعته فيموت. بيسموها عملية الفيرال نيوتراليزيشن، يعني انا بحيد الفيروس، انا ما موتوش بشكل مباشر، بس منعته ان هو يبدأ العملية بتاعته او السيكونس بتاعه اللي بيبوظ به الدنيا. طيب الخطوة التانية عملية البنتريشن. البنتريشن دي فيها نوعين، يا اما الفيروس بيكون حواليه انفلوب، يا اما الفيروس بيكون نيكد او نون انفلوب فيروس. طيب عملية البنتريشن دي بتتم بطريقتين، اما ان بيحصل حاجة بيسموها اندوسيتوزيس، يعني من الاخر الخلية بيتعمل فيها زي حتة منها بتتلوي لجوه كده وبعدين تبلع الفيروس جوه، ده طبعا بعد ما الفيروس يقف على الريسبتور، يعني دي بداية الاشارة اللي تخلي السيكونس ده يحصل. طيب لو الفيروس حواليه انفلوب او الكوت اللي بره، الفيروس الاول بيربط على الريسبتور، ثم بعد كده بيحصل عملية فيوجن، يعني التحام ما بين الجدار الخارجي للخلية والجدار الخارجي للفيروس، وبقوا كلهم كأنهم واحد، وبعد كده الفيروس بيحقن نفسه من خلال الريسبتور جوه الخلية. يبقى انا عندي عملية البنتريشن نوعين، الهدف منها في الاول ان الفيروس يدخل جوه. النوع الاولاني عن طريق عملية الاندوسيتوزيس، يعني الخلية بتبلع الفيروس، وده بيتم لو الفيروس اللي عندي نيكد او ما عندوش انفلوب، الخلية بتحوطه كده وبعدين تبلعه جوه. طيب الكلام ده بيتم عشوائي؟ لا، بيتم لما الفيروس يقف على الريسبتور، فده بيدي اشارة للخلية انها تعمل العملية دي. طيب لو الفيروس حواليه انفلوب، لا، بتحصل بطريقة تانية اللي هي بيسموها الممبرين فيوجن، يعني الكوت او الانفلوب بتاع الفيروس بعد ما بيقف على الريسبتور بيبدأ يلتحم او يحصل له فيوجن مع الجدار بتاع الخلية، وشوية بشوية تبدأ ايه الكبسد مع المادة الوراثية يتحقنوا جوه الخلية. طيب كده حصلت عملية البنتريشن، ايه بقى اللي بيحصل؟ الشغل الاساسي بقى ببدأ اعمل عملية انكوتينج، خلاص الكبسد بيتشال ويبدأ المادة الوراثية تشوف شغلها بقى. انا عندي نوعين من البروتينات الفيروس بيحتاجه، بروتينات بيحتاجها بدري عشان شغله الاساسي، عشان يقدر يشتغل جوه الخلية وعشان يحمي نفسه، وبروتينات بيحتاجها في الاخر خالص عشان يعمل بقى عملية الاسمبلي. فهنا بيقسموا لي البروتينات اللي الفيروس بينتجها جوه الخلية لنوعين، early proteins و late proteins. early proteins دي بيسموها non-structural protein، يعني ملهاش دعوة بالبنى بتاع البروتين او البناء الهيكلي بتاع البروتين نفسه، ودي الفيروس بينتجها في البداية، تبقى مسؤولة عن عملية الفيروس الفيروس ريبليكيشن وجزء من حماية الفيروس جوه الخلية. اهو ادي الفيروس بعد عملية الانكودينج، ادي المادة الوراثية او الجينوم بتاعه، بيحصل له عملية ترانسكريبشن ويديني الام ار ان اي، وبعد كده ترانسليشن وايرلي بروتين. الا الخطوة دي ما بتحصلش لو المادة الوراثية هنا كانت بوزيتيف ستراند ار ان اي فيروس، على طول بنلغي خطوه تكوين الام ار ان اي دي وبيشتغل على طول من هنا يدي بروتينز على طول. لكن لو هو كان دبل ستراند او كان نيجاتيف ستراند او كان دي ان اي فيروس، لازم ايه يمر بخطوه تكوين الام ار ان اي او الماسنجر ار ان اي، وبعد كده تحصل عمليه الايه الترجمه وتكوين البروتين. ده الجزء الاولاني اللي بيحصل في البدري مجرد ما الايه ما الفيروس يدخل. طيب الفيروس بقى بيبدا يعمل ريبليكيشن، يعني يضاعف الماده الوراثيه بتاعته، يعني عنده شريط من الدي ان ايه او شريط من الار ان ايه، بيبدا يعمل زيهم نسخ كتير عن طريق انزيمات. زي ما قلنا هو بيكون بروتينات، بروتينات دي ليها وظائف، حاجه منها بتحميه، حاجه منها بتقدر تشتغل على المكونات بتاع الخليه عشان تسخرها لخدمته، وحاجه منها بتشتغل كانزيمات عشان تعمل عمليه الريبليكيشن او تضاعف الماده الوراثيه بتاع الفيروس. طيب حلو، كون لي شويه ماده وراثيه حلوين، شويه بروتينات حلوين بتاع، بيبدا بقى ايه يعمل عمليه الليت بروتين برودكشن،
الانزيمات بقى والبروتينات اللي انا محتاجها في الخطوه الاخيره اللي هي الاسمبلي عشان اطلع الايه الشكل النهائي للبروتينات الذريه الحلوه بتاعته اللي بدل ما كانت نسخه في واحده بقت مليون نسخه. طيب يبقى تاني الفيروس ربط في الريسبتور دخل اتشال الكود بتاعه والكبسه بتاعه بقى ماده وراثيه. الماده الوراثيه دي حسب نوعها هتشتغل، لو هي بوزيتيف ستراند ار ان اي على طول هتطلع لي بروتينز، لو اي نوع تاني هتمر بخطوه اللي هي عمليه الترانسكريبشن تطلع لي ماسنجر ار ان اي، والماسنجر ار ان اي يحصل له عمليه ترانسليشن ويطلع لي البروتينات. البروتينات دي ليها مجموعه وظائف، اللي بتطلع في الاول الايرلي بروتينز، اولا بتحمي الماده الوراثيه اللي موجوده عشان الخليه ما تكسرهاش، ثانيا بتقدر تطوع مكونات الخليه عشان الفيروس يستخدمها لخدمته. وهو الفيروس هيبني منين؟ محتاج مواد خام، المواد الخام دي بيجيبها من الخليه بتاع الهوست سيل اللي هو دخل عليها. طيب ومحتاج انزيمات عشان يعمل عمليه تضاعف او تكوين نسخ جديده من الماده الوراثيه بتاعته ايا كان نوعها. طيب حلو، ظبط الحاجات دي كلها وبنى ماده وراثيه وروق نفسه، خلاص عايز بقى يعمل الاسمبلي، يعني يجيب كل ماده وراثيه يحوطها بكبسد، ولو عايز انفلوب يديها انفلوب ويطلع لي فيروس جديد. فبيبدا قبل الخطوه دي يكون لي الليت بروتينز اللي هي بيسموها الاستراكشرال بروتينز عشان يكون منها ايه الكبسد والانفلوب اللي هيحوطوا الماده الوراثيه. طيب الكلام ده حصل، هيبدا هنا يفصل لي لو هو سنجل ستراند بوزيتيف ولو سنجل ستراند نيجاتيف ايه اللي هيحصل. طبعا الكلام ده احنا قلناه في الاول، لو هو سنجل ستراند هيمر بخطوه اللي هي ترانسكريبشن لو كان نيجاتيف، ولو كان بوزيتيف مش هيمر بالخطوه دي، هيروح يشتغل على طول. طيب تعال نشوف اهو، واللي سنجل ستراند ار ان اي بيشتغل كماسنجر ار ان اي وبيحصل له عمليه ترانسليشن مباشر لو هو بوزيتيف. طيب لو هو نيجاتيف لازم يديني او يحصل تكوين للشريط المكمل ليه اللي هو البوزيتيف، يعني بيجي عليه انزيم بيسموه الار ان اي ديبندنت ار ان اي بوليميريز. اسم كبير بس مش صعب. ليه؟ ار ان اي ديبندنت يعني حاجه بتعتمد على الار ان اي، ار ان اي بوليميريز، بوليميريز انزيم بيبني الار ان اي، يبقى انا عندي انزيم بيبني الار ان اي معتمدا على تمبلت مكون من ار ان اي بس. ده معنى الار ان اي ديبندنت ار ان اي بوليميريز، يبقى انزيم بيبني لي شريط ار ان اي معتمد على تمبلت اصلي من شريط الار ان اي. طب هو عمل الحركه دي ليه؟ زي ما قلنا الشريط الاصلي عباره عن نيجاتيف ستراند او اندي سنس، وانا محتاج البوزيتيف ستراند، فبجيب الانزيم ده يبني لي شريط مكمل لده ويطلع لي البوزيتيف، والبوزيتيف بيحصل له عمليه ترانسليشن ويطلع لي البروتينات اللي انا محتاجها. طيب الانزيمات دي جت منين؟ لو احنا فاكرين الصوره اللي قبلها قلنا اول ما بيدخل الماده الوراثيه بتاع الفيروس بتبني لي شويه بروتينات. البروتينات دي بقى زي ما قلنا جزء مبني مسؤول عن الحمايه، جزء مسؤول عن تطويع مكونات الخليه للفيروس عشان اقدر استخدمها وابني منها الحاجات اللي انا عايزها، جزء تاني بيشتغل كانزيمات عشان عمليه الريبليكيشن او كانزيمات عشان عمليه الترانسكريبشن. طيب هنفترض ان انا عايز ابني دي ان ايه من شريط الار ان ايه اللي عندي. تعال نشوف كده، انا عندي ار ان ايه اهوت وعايز اطلع منه شريط دي ان ايه، قال لي بجيب انزيم اللي هو الدي ان ايه الار ان ايه ديبندنت دي ان ايه بوليميريز. انا عايز ابني ايه؟ عايز ابني دي ان ايه، يبقى اذا الانزيم اسمه دي ان ايه بوليميريز. طب لو انا عايز ابني ار ان ايه يبقى الانزيم اسمه ار ان ايه بوليميريز. هنا انا عايز ابني شريط دي ان ايه يبقى الانزيم اسمه دي ان ايه بوليميريز. طب التمبلت اللي انا هروح ابني عليه اللي انا هروح اكمل عليه ار ان ايه ولا دي ان ايه؟ قال لي لا التمبلت ار ان ايه، يبقى اذا ار ان ايه ديبندنت دي ان ايه بوليميريز. الانزيم ده شغلته ايه؟ قال لي بيعمل عمليه بيسموها الريفرس ترانسكريبشن، عشان كده بيسموه اصطلاحا ريفرس ترانسكريبتيز. طيب احنا عندنا عمليه لو احنا فاكرين كده في البدايه
كان اسمها ترانسكريبشن، اللي هي عمليه تحويل الدي ان ايه لار ان ايه. واحنا قلنا الفرق بين الدي ان ايه والار ان ايه ايه، ان ده ما فيهوش اكسجين دي اوكسي، وان الدي ان ايه فيه اربع قواعد نيتروجينيه الجي والسي والاي والتي، بينما الار ان ايه فيه جي وسي برضو بس ما عندهوش تي بدلها اليوراسيل. تمام؟ فانا لما باجي احول دي ان ايه بغض النظر بقى هو سنجل ستراند ولا دبل ستراند، احوله الار ان ايه، دي عمليه بيسموها ترانسكريبشن. طب لو انا عندي ار ان ايه وعايز ارجع لدي ان ايه بيسموها ريفيرس ترانسكريبشن، يعني ترانسكريبشن عكسي. تمام كده؟ طيب لو انا عندي الفيروس وزي ما قلنا هو ار ان ايه وعايز اطلع منه دي ان ايه، بدخل عليه الانزيم الفيروس بيولده اللي هو الار ان ايه ديبندنت دي ان ايه بوليميريز، يعمل لي عمليه ريفيرس ترانسكريبشن ويطلع لي شريط الدي ان ايه اللي عندي، والدي ان ايه ده بيروح يدخل نفسه في الكروموسومات بتاع الهيومن اللي هو هيصيبه اللي هي الهوست سيل، ويطلع لي يستغل بقى الهوست سيل دي ويطلع لي ار ان ايه، والار ان ايه ده يحصل له عمليه ترانسليشن ويطلع لي بروتينات، البروتينات اللي هو بيستخدمها عشان يعمل اسمبلي ويطلع لي فيروسز جديده. طيب يبقى احنا هنلاقي عملية الفيروس ريبليكيشن دي فيها تفاصيل كتير، بس التفاصيل دي كلها بتتجمع لما ابقى فاهم طبيعة المادة الوراثية. لو المادة الوراثية اللي عندي دي ان ايه، يبقى لازم الاول تتحول لمسنجر ار ان ايه عن طريق عملية الترانسكريبشن، وبعد كده المسنجر ار ان ايه يحصل له عملية الترانسليشن ويطلع لي البروتين. طيب لو المادة الوراثية اللي عندي ار ان ايه، ابص نوعها ايه، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لو بوزيتيف هتشتغل على طول ترانسليشن بدون خطوه الترانسكريبشن، لو نيجاتيف يبقى لازم احول الاول النيجاتيف ابني مكمل ليه اللي هو البوزيتيف ستراند اللي بيسموه السنس ستراند، وبعد كده اعمل عمليه ترانسليشن. طيب احنا كده عملنا الخطوه الاولى اللي هو ربط بالريسبتور، الخطوه الثانيه حصل عمليه البنتريشن، الخطوه الثالثه عمل عمليه الريبليكيشن، الخطوه الاخيره ان هو هيعمل عمليه الاسمبلي، عايز يجمع بقى الكلام ده كله. طيب احنا زي ما قلنا الفيروس عندي يا اما انفلوبد يا اما نون انفلوبد. النون انفلوبد بيحصل له عمليه ريليز بعد ما يحصل له اسمبلي، يعني بيطلع بره الخليه عن طريق ان هو لازم يدمر الخليه، يعمل عمليه ديستراكشن للهوست سيل. طيب الانفلوبد، الانفلوبد دي يعني ذكيه شويه، بيروح يعمل نفس الخطوات اللي عملها وهو داخل الخليه، يعني يربط في ريسبتور ويحصل عمليه فيوجن مع الممبرين، وبعد كده ايه يزق نفسه لبره والخليه لسه زي ما هي، وبعد كده يسيبها تموت مع نفسها بقى. يبقى النون انفلوبد فيروس عشان يحصل له عمليه ريليز من الخليه لازم يدمرها، انما الانفلوبد بيروح يربط نفسه بريسبتور على جدار الخليه من جوه ويعمل التحام معاها، وبعد كده ايه يزق نفسه واحده واحده كده يلاقي نفسه طالع بره الخليه. ده مثال عليها اهوت، ادي الفيروس بيروح يربط في الممبرين بتاع الخليه من جوه، الخليه بتبدا تاخد اشاره فتكون لي المنحنى ده، خلاص بيبدا يحصل فيوجن او التحام والفيروس بيجي ايه زائق نفسه على بره وشكرا على كده. في احيانا بيسموها عمليه البودنج، يعني تكوين برعم زي النباتات كده، حته كده باظه من الخليه وبعد كده بتسيبه وتخرج، اللي هو عكس اللي حصل وهو اثناء الدخول. طيب هل ينفع الفيروس وهو داخل الخليه من الاول يعمل عمليه الدستراكشن؟ لا ما ينفعش، لان هو لو كسر الخليه كلها صعب انه يستخدم المكونات بتاعتها، وممكن كمان المواد اللي هتفرز نتيجه تكسير الخليه تدمر الفيروس نفسه. فسبحان الله، يعني هو داخل
بيحافظ على الخلية لحد ما يخلص شغله وبعد كده هو ومزاجه بقى يعني يكسرها او يطلع من غير ما يكسرها ويسيبها تموت لوحدها، دي حاجة ترجع لأخلاقه يعني. طيب بعد ما خلص الكلام ده ايه بقى اللي هيحصل؟ قال لي تأثير بقى الافكت بتاع الفيروس هيعمل ايه بقى. احنا زي ما قلنا هو دخل واخترق الخلية واستخدم مكوناتها وعمل ريبليكيشن واسمبلي وطلع، ايه بقى تأثير الكلام ده على الهوست سيل؟ قال لي التأثير ليه انواع، يا اما ابورتيف فيرال انفكشن، يا اما بروداكتيف فيرال انفكشن، يا اما ليتنت فيرال انفكشن، يا اما بيحصل لي هوست سيل ديس. طيب تعال نبص على الصور كده. اول حاجه الابورتيف فيرال انفكشن، الفيروس ما بيقدرش يكون ذريه وبيموت، يعني الخليه بتقدر تتغلب عليه وما بيقدرش يطلع ذرية وخلاص، فكده ما أثرش على الجسم. طب النوع التاني بيسموه productive viral infection، الخلية هنا ما ماتتش، خلية الهوست سيل ما ماتتش، ولكن الفيروس كون لي ذرية وتمام والذرية طلعة عشان تشتغل على خلايا تانية. طيب النوع التالت latent viral infection، بيحصل ايه بقى؟ اللي بيحصل هنا ان الفيروس او المادة الوراثية او الجينوم بتاع الفيروس بيفضل جوه الخلية ممكن شهور او سنين وما بيطلع ليش يعني مادة وراثية، ما بيطلع ليش اسف ما بيطلع ليش ذرية او بروجيني، ما بيطلعش فيروسات تانية يعني، هو بيقعد بس مخبي نفسه كده جوه الخلية وممكن يروح يحشر نفسه جوه الجينوم بتاع الهوست سيل ويفضل كده خامل او ليتنت شهور او سنين، وبعد كده يحصل حاجة معينة، ضعف مثلا في المناعة بتاع، فيحصل له عملية تري اكتيفيشن ويبدأ يشتغل ويتحول الى productive infection، يعني يبدأ يكون بقى ذرية ويشتغل الشغل الاصلي بتاعه. طيب الحاجة الاخيرة ده بقى اللي هي بتخلص على طول، viral infection بتكسر لي الخلية خالص وتدمرها، اللي هي بيسموها الهوست سيل ديس. يبقى انا عندي الفيروس يا اما هيدخل الخلية تتغلب عليه فيبقى بيسموها abortive infection، او يدخل يحافظ على الخلية ما يموتهاش بس يستغلها قدر المستطاع فيعمل لي productive infection بيطلع يعني نسخ كتير منه، يا اما يدخل جوه الخلية ويحشر المادة الوراثية بتاعته في المادة الوراثية بتاع الخلية اللي هي الهوست ويفضل كده inactive شهور او سنين لحد ما تحصل حاجة معينة تأكتيفه تاني، ده بيسموه latent infection، او يدخل يشتغل الشغل بقى الطبيعي بتاعه ويستغل الخلية لحد ما يضيعها خالص ويموتها وبعد كده يدخل ايه يخرج يكمل رحلته. دي الاربع انواع من التأثيرات اللي بيعملها الفيروس في الخلية. طيب احنا كده خدنا الجزء الاول من الفيرولوجي اللي هو الانترودكشن والكلاسيفيكيشن، هنراجع عليه مراجعة بسيطة، والمرة الجاية ان شاء الله هنبدأ نتكلم عن الجزء الابليكيشنز بتاع الكلام ده، يعني هاخد الـ DNA viruses اخد امثلة عليها وابدأ اتوغل شوية في التفاصيل، ان الفيروس ده مثلا نوع المادة الوراثية بتاعته كذا وبالتالي طريقة شغله او طريقة الريبليكيشن بتاعته هتكون كذا في الخلية، وبيعمل النوع الفلاني من الافكت ابورتيف ولا ليتنت ولا هوست سيل ديس ولا ايه، وبينتج عنده بقى كلينيكال ايه امراض معينه او اعراض معينه وبيتشخص بالشكل الفلاني واقدر اتعامل معاه كتريتمنت او بريفنشن بانهي شكل. طيب نجمع بقى الدنيا اللي خدناها النهارده. احنا قلنا ان احنا عندنا الفيروسات، في ناس بتعتبرها كائنات حيه، في ناس بتعتبرها كائنات غير حيه، واحنا ملناش دعوه بالوش ده. زي ما قلنا التقسيمه العامه عندي بتهتم بثلاث حاجات اللي هم الفاميلي وتحتها الجينس وتحتها السبيشيز. الفيروسات اللي عندي اما باجي اقسمها بقول فاميلي بتنتهي بمقطع فيريدا، سب فاميلي فيرينا والجينس فيروس.
الفيروسات بتتكون من جزئين اساسيين وجزء ثالث احتمال يكون موجود واحتمال ما يكونش موجود. الجزئين الاساسيين اللي هي الماده الوراثيه، ودي عباره عن دي ان اي دبل ستراند او سنجل ستراند، ار ان اي دبل ستراند او سنجل ستراند، والسنجل ستراند بيكون ايه بوزيتيف او سنس او نيجاتيف اللي هو الانتي سنس، وكل واحد فيهم ليه طريقه في الشغل. والجزء الثاني الاساسي اللي هو الكابسيد بروتين، ده بروتين اساسي شغلته ان هو يحمي الماده الوراثيه بتاع الفيروس. الجزء اللي احتمال يكون موجود واحتمال ما يكونش موجود اللي هو الانفلوب، والانفلوب ده عباره عن لايبوبروتين او عباره عن دهون وبروتينات متجمعه مع بعضها عشان تحميلي الفيروس ككل. ودي من ضمن الحاجات اللي تبقى مستهدفه برضو كتريتمنت، ان لو الفيروس ده انفلوب فيروس بيشوفوا تركيب البروتينات بتاعته عامل ازاي ويبداوا يستهدفوها بالادويه. لو ما فيهوش بيبداوا يشتغلوا على الكبسيد او حاجه بتشتغل على الماده الوراثيه مباشر. طيب ده الكلاسيفيكيشن بالنسبه للجينوم. بالنسبه للنوع التاني من الكلاسيفيكيشن بيعتمد على نوع الكبسيد نفسه والشكل التماثل بتاعه اللي هو بيسموه السيمتري، يا اما بيبقى حلزوني هيليكال زي الانفلونزا، يا اما ايكوزا هيدرال يعني متعدد الاوجه زي البوليو، يا اما ملوش شكل محدد بيسموه الريجولار او بليومورفيك زي الاتش اي في. وزي ما قلنا انفلوبد او نون انفلوبد او بيسموه نيكد. النقطه الثانيه اللي خدناها اللي هي التقسيمه العامه، قلنا دي ان اي وار ان اي كل واحد فيهم سنجل ودبل، انفلوب ونون انفلوب، والار ان اي في بوزيتيف ونيجاتيف. والمره الجايه ان شاء الله هناخد الامثله بالتفصيل. قلنا ان في حاجه اساسيه بيسموها السنترال دوجما، ان انا بحول الدي ان اي الار ان اي عن طريق عمليه الترانسكريبشن او السكريبت رايتنج، وبحول الار ان اي لبروتين عن طريق عمليه الترانسليشن. ولو حابب ارجع بقى الار ان اي لدي ان اي بعمل عمليه بيسموها الريفرس ترانسكريبشن. ولا لما عاوز انتج كوبيز او نسخ كتير من الدي ان اي او الار ان اي دي بيسموها عمليه الريبليكيشن. وكل عمليه من دول بيبقى مسؤول عنها انزيم معين الفيروس بينتجه اول ما يدخل الخليه عشان يشتغل. قلنا الار ان اي يا بوزيتيف ستراند يا نيجاتيف ستراند، يا اما دبل ستراند بوزيتيف ونيجاتيف مع بعض. لو بوزيتيف ستراند ده بيبقى شبه الماسنجر ار ان اي بالظبط، بيشتغل على طول ويعمل لي عمليه ترانسليشن ويكون البروتين. نيجاتيف ستراند لازم يحصل له تكوين للشريط المكمل اللي هو البوزيتيف، وبعد كده تحصل عمليه الترانسليشن وتكوين البروتين. الدبل ستراند بيتفكوا عن بعض، البوزيتيف بيشتغل والنيجاتيف بيتكون منه يعني نسخ جديده، وبعد كده ينضموا على بعض عشان تحصل عمليه الاسمبلي في الاخر. لان زي ما قلنا الفيروسات اللي طالعه او النسخ اللي طالعه لازم تكون صوره طبق الاصل من الفيروس الاصلي، يعني ما ينفعش الفيروس الاصلي اللي اصاب الخليه يبقى دبل ستراند ويطلع يديني الذريه بتاعته سنجل ستراند. لا، هو لو دبل ستراند بيتفكوا ده بيشوف شغله وده بيتنسخ، وبعد كده في عمليه الاسمبلي بيتجمعوا تاني وبعدين يتكون لي الفيروس كل الذريه ان شاء الله مليار فيروس نسخه من الفيروس الاصلي، لان هو كله عباره عن خليه واحده. ازاي دورة حياة الفيروس؟ اللي بيلزق على الخلية عن طريق الريسبتور، بعد كده بيحصل عملية بنتريشن اما عن طريق الفيوجن او عن طريق الاندوسيتوزس، بعد كده بيحصل انكوتينج او ديس اسمبلي، بعد كده بيحصل عملية ريبليكيشن للمادة الوراثية بتاعته سواء دي ان ايه او ار ان ايه، وطبعا مع الريبليكيشن بيحصل عملية تكوين للبروتينز سواء ايرلي بروتينز بيستخدمها في الحماية او في عملية الريبليكيشن نفسها او في تطويع مكونات الخلية عشان يقدر يستخدمها لمصلحته، او الليت بروتينز اللي هي بيستخدمها في عملية الاسمبلي او البودنج، وبعد كده بيحصل له ريليز للذرية بتاعته بقى اللي هي النسخ الجديد من الفيروسات اللي هو كونها، وبعد كده يظهر الافكت. الافكت ده بيكون عملية الريليز ليها تأثير فيه بناء على شكل الريليز ده عامل ازاي، يا اما ابورتيف يعني الخلية خلصت على الفيروس وما قدرش يتعامل معاها، يا اما بروداكتيف طلع نسخ وذريات كتير منه ولكن ما موتش الخليه، يا اما ليتنت ما بيطلعش ذريه ولكن بيحشر نفسه في الماده الوراثيه بتاع الخليه اللي هو اصابها وبيفضل خامل لفتره معينه، ولما بيحصل ظروف معينه او ضعف في المناعه او انفكشن تانية او ايا كان بيبدا يحصل له ري اكتيفيشن ويشتغل، يا اما بيشتغل شغله الطبيعي خالص ويكون فيروسات جديدة ويبدأ يدمر الخلية ويخرج منها. هنتوقف هنا ان شاء الله في الجزء ده،
وهنكمل المرة الجاية بقية الفيروسات، والمرة الجاية هيبقى الكلام أكتر على الناحية الكلينيكال، الأمراض اللي بتتسبب يعني مثلا ال HCV ال HIV ال HPV ال Epstein Barr كأمثلة على الفيروسات اللي عندنا. بس تنويه أخير، لازم نحط الخريطة في دماغنا بتاع التقسيمة. يعني أنا عندي جزء الفيروس DNA single strand ولا double strand، enveloped ولا non enveloped، family كذا المثال عليها كذا، وكذلك في الار ان ايه، بحيث ان في الاخر الجزء كله يبقى ملموم كعناوين وما تحت العناوين في مثلا في صفحة واحدة. ونفس الكلام هيتعمل في البكتيريا، نفس الكلام هيتعمل في الفنجس، بحيث ان نلاقي زي خريطة كده في صفحتين ثلاثة لما الايه الدنيا كلها في الدماغ. وبالتوفيق ان شاء الله.